تتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة سير المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج، وذلك ردا على كافة استفسارات المصريين بالخارج والمتعلقة بالعملية الانتخابية وكذا إعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية. هذه الغرفة طبعا مستمرة لمدة حتى نهاية هذه الانتخابات بالنسبة للمصريين في الخارج، بينما سوف تبدأ هذه الانتخابات في الداخل يومي السبت والأحد القادمين. بالتأكيد الزميلة ميرنا عادل سوف تنضم إلينا أو تنضم إلينا حاليا من مقر غرفة عمليات وزارة الهجرة لتطلعنا على آخر تفاصيل هذه الغرفة. ميرنا أرحب بك وصباح الخير في هذه الجولة. أطلعينا على غرفة العمليات، هل هناك أي مشكلات تتعلق بانتخابات المصريين في الخارج، مشاركة المصريين وإعلام المصريين حتى بما يتعلق بطريقة إجراء هذه الانتخابات في الخارج؟ تفضلي. بالفعل تتابع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج من خلال غرفة عملياتها كل الإجراءات الخاصة بانتخابات المصريين في 124 دولة على تواصل مستمر مع مختلف القنصليات والجاليات، كذلك مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل أي عقبات قد تعوق المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم. لمزيد من التفاصيل عما تقوم به هذه الغرفة وعما تيسره للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، يسعدنا أن يكون معنا على الهواء سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. في البداية بنرحب بحضرتك يا فندم في شاشة إكسترا نيوز، وعايزين نتعرف من حضرتك، طمئنينا على حالة الانتخابات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 في المرحلة الثانية. الحقيقة منذ 9 من صباح أمس بدأت غرفة عمليات وزارة الهجرة اللي تم تشكيلها الحقيقة منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات على تواريخ ومواعيد إجراء عملية تصويت المصريين في الخارج لبرلمان 2020، بدأت أعمالها 9 صباحا وتستمر حتى مساء اليوم 9 مساء للرد على كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة من المصريين في الخارج فيما يتعلق بعملية التصويت. الحقيقة التعاون والتنسيق ما بين وزارة الهجرة وما بين الهيئة الوطنية للانتخابات مش بس في الرد على الاستفسارات، ولكن أيضا في إعلام المواطنين منذ اللحظة الأولى بمواعيد التسجيل، بتواريخ التصويت، بالمحافظات المتواجدة في المرحلة الأولى والمحافظات في المرحلة الثانية. الحقيقة أسئلة كثيرة وإجراءات كثيرة كان لابد من إعلام المصريين بها. عشان كده الخط الساخن اللي مفتوح ما بين وزارة الهجرة وما بين الهيئة الوطنية للانتخابات بتسهل على المواطن المصري في الخارج انه يقوم بعملية التصويت بمنتهى السهولة. بننبه ايضا على المواطنين انه فورا الحقيقة اجراء عملية التصويت اللي بدأ من امبارح زي ما قلت لحضرتك ويستمر حتى مساء اليوم، انه فورا اجراء التصويت لابد من ارسال فورا المظاريف الى مقر البعثات الدبلوماسية حتى تصل هذه المظاريف يوم 4 و5 و6 نوفمبر الجاري طبقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. بالطبع معالي الوزيرة، لنتعرف من حضرتك عن أبرز الاستفسارات والتساؤلات التي طرأت إلى هذه الغرفة وكيف تم التعامل معها. الحقيقة الكثير من الاستفسارات، وده بيعكس اهتمام المصري في الخارج بالمشاركة في حقه الدستوري، الحق اللي منحته الدولة له في الخارج لدعم الدولة وبناء الحياة النيابية. إنما أبرز هذه الاستفسارات خاصة بمواعيد التسجيل، الرقم الكودي كيف أحصل عليه، المستندات المطلوبة، هل ممكن أنا ببطاقة الرقم القومي الغير صالحة أقدر إن أنا أصوت من عدمه، هل يشترط صلاحية جواز السفر المصري، هل أنا لو أنا مصرية في الخارج وسجلت في لجنتي ولظروف خاصة بي متواجدة حاليا على أرض الدولة المصرية هل ممكن إنه أنا أقوم بعملية التصويت؟ الحقيقة مع الهيئة الوطنية للانتخابات بتقوم غرفة عمليات المدربة الحقيقة الفريق كله بالرد على هذه الاستفسارات. أولا لازم بطاقة الرقم جواز السفر المصري الحقيقة لازم يكون صالح، بطاقة الرقم القومي مش لازم تكون صالحة، ممكن هو يقوم بالتصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية. إذا كان سجل بياناته في لجنة في الخارج ما ينفعش إنه يقوم بالتصويت في الداخل، بينما لو ما قامش بالتسجيل في الخارج وحصل على رقم الكودي الخاص به ممكن ان هو يقوم بالتصويت في الداخل. اجراءات كثيره جدا، على سبيل المثال امبارح طرأ استفسار جديد وهو المصريين اللي بيعملوا على مراكب شركات البترول قاموا فعلا بالتسجيل على موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات وحصلوا على الرقم الكودي، انما لا يجد الاقامه لانه هو عايش على مركب فلا يوجد لديه اقامه في دوله معينه، ودي من ضمن المستندات المطلوبه. الحقيقه بشكر الهيئه الوطنيه للانتخابات الحقيقه على الرد على هذه حتى الاستفسارات الجديده للفريق، يعني يمكن ما يعرفهاش
أنا بالتأكيد بالهيئة وبالتعاون معها بنقوم بإعلام هذا المواطن أنه ممكن أنه هو يقدم ما يفيد أنه هو بيشتغل على مركب وما عندوش إقامة، وبالتالي يتم سهولة أو تيسير عملية التصويت. قبيل الانتخابات قامت وزارة الهجرة بعمل العديد من الفيديوهات التوضيحية لعملية التصويت، كيف تكون هذه العملية سليمة، كيف يكون هذا التصويت صحيح. لو نطلع أيضا المشاهدين على هذه الخطوات التي يجب اتباعها عند التصويت. الحقيقة احنا بنفتقد في هذه الانتخابات الصور الجميلة الإيجابية من وقوف المصريين في الخارج أمام مقر البعثات الدبلوماسية، هذه الصورة الوطنية الجميلة نظرا لجائحة كورونا افتقدناها في هذه الاستحقاقات الدستورية. إنما الدولة حماية لأبنائها واحتراما للإجراءات الاحترازية في دول العالم، قررت الدولة إنه هذه الاستحقاقات الدستورية تكون من خلال البريد السريع. عملنا هذه الأفلام التوضيحية زي ما حضرتك ذكرتي، وأيضاً الحقيقة الهيئة الوطنية للانتخابات عملت، إنما بنوري إزاي إنه هو بيقوم بالتسجيل على الموقع، يحصل على الرقم الكودي، مش لازم إنه هو يقول هذا الرقم الكودي لأي شخص آخر، ده بيحتفظ به لأنه رقم سري. وقت الانتخابات وقت التصويت سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية بيدخل على تاني الموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بيدخل الرقم الكودي، بيظهر له الاستمارات سواء فردي أو قائمة، بيطبعها وبيختار من يمثله في هذه الانتخابات، وبعدين بيحطها في ظرف مغلق، ومع هذا بيحط صورة جواز السفر، صورة الإقامة، إقرار بيطلع له على الموقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكيد على أن دي بياناته، وكل هذه الأوراق بتتحط في ظرف كبير بيرسل عبر البريد السريع الحكومي لمقر البعثات الدبلوماسية. والحقيقة الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال موقعها أيضا يعني سهلت على المواطن، بدل ما يقعد يدور على عناوين البعثات الدبلوماسية حطت أيضا على الموقع كل عناوين البعثات الدبلوماسية حتى اللي تم نقلها إلى مكان آخر عشان نسهل على المواطن إرسال هذه المظاريف. سيادة السفيرة حضرتك كنت معنا على الهواء، شرفتينا جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا إذا كان لقائنا مع سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، استعرضنا كثيرا من المعلومات عن دور هذه الغرفة والتواصل المستمر فيما بينها وبين الهيئة الوطنية للانتخابات ومختلف الجاليات والقنصليات، وما تقدمه من دعم وتذليل للعقبات لمختلف البلاد ومختلف المصريين للإدلاء بأصواتهم خلال هذه الانتخابات النوابية في المرحلة الثانية. وأعود مرة أخرى للاستوديو.